احنا الان كنتواجدوا بالعقار المدعو او المسمى تمو قدرت. هذا العقار هذا اللي في الحقيقه كنتفاجئوا بهذا الشخص اللي جاء بطرق مشبوهه حفر البير بعد ما احنا حطينا التعرض ديالنا، الا انه كنتاسفوا لكون لجنه البحث العلني ما خداوش بعين الاعتبار التعرض اللي تقدمنا به، في حين ان سبق وكاين واحد الشخص اخر قبل من هذا السيد هذا اللي نفس تقريبا في عقار اخر ولكن بنفس المحضر اللي عند هذا السيد، وقدمنا التعرض ديالنا وتخدا بعين الاعتبار. فبالتالي كنقولوا شنو الفرق بين هذا السيد هذا وبين هذا؟ هنا كتبين انه راه كاين واحد الاستغلال ديال النفوذ من اجل الظفر بهذه الارض هذه. السيد اللي كيقول ان الجماعه السلاليه السابقه والمجلس النيابي السابق قال بانه اعطاه واحد الوثيقه. حنا فاش مشيت انا نطلع الملف ديالو عند لجنه البحث العلني تلقى عنده واحد الوثيقه فيها 16 هكتار. فاذا بيه عاوتاني فاش جلسنا مع السيد رئيس الدائره عطانا واحد المحضر اخر فيه 8 هكتار، غير هاد 8 هكتار ما مذكورش فيها العقار. بالتالي حنا فاش جينا كجماعه السلاليه وقفنا ليله الاثنين 14 يونيو، لقينا بعد تهديد من طرف مول الصوندا اللي جاي يحفر هذا البير. احنا كنستغربوا واش هذه الجماعه السلاليه بعدا كاين اللي يحميها، واش عندها شي دور هذه الجماعه السلاليه؟ عرفوه الان. فيما يخص المحضر اللي كاين عند هذا السيد، ماشي غير محضر واحد اللي كاين، في الحقيقه راه كاين مجموعه ديال المحاضر عنده، بحال كنعطيوه يعزل ويتخير في المحضر اللي بغى. تلقاو ان فاش قدمنا التعرض ديالنا ما تخداش بعين الاعتبار. هذا اكبر علامه استفهام تطرح هنا، علاش ما تخداش بعين الاعتبار التعرض ديالنا؟ مساله اخرى، قلنا ان هذا السيد اللي عنده مجموعه من الوثائق راه كاينه واحد الرساله للمجلس النيابي السابق كيوجهها بتاريخ 20 دجنبير 2016، كيوجهها للسيد رئيس الشؤون القرويه بعمل الطاطا وتحت اشراف السلطه المحليه باديس، تنفي انه لم توزع، كتنفي بانه راه وزعات شي قطع ارضيه من اجل الاستغلال الفلاحي. اذا هذه القضيه هذه تطرح اكثر من علامه استفهام. هل يعقل انه كاين مجلس نيابي كيوجه رساله للشؤون القرويه وهي اللي مسؤوله علينا هنايا؟ تنقولوا حنا كاينه شي حاجه هنا غير مفهومه. بالتالي كنطالبوا وكنناشدوا السيد العامل للرجل اللي في الحقيقه ابان عن مواقف كثيره في مثل هذه القضايا هذه، وكنتمناو باش يتدخل باش يوقف هذا العبث وهذا التسيب. وانتم كتلاحظوا دابا حنا في عين المكان الناس راه خدامين وكانه حتى شي حاجه ما كايناش، وكانه هذا الملك راه صافي اصبح ملكا له، وهنا كنلاحظوا العبث والتسيب اللي كيطرف في اراضي الجموع. بالنسبه للمحضر اللي كيتوفر عليهم هذا الشخص هذا، كاينين الاعضاء اللي موقعين تما، اللي دايرين الوالده الاسماء ديالهم في هذاك المحضر، الان راهما باقين في الحياه. كاين فيه بانه عمرهم سلموا، وحتى ذاك التوقيع كيقول لك هما كيستغربوا ذاك التوقيع اللي كاين تما. يعني هادو اشخاص في المجلس النيابي السابق تيقولوا هذا الكلام، اذا هادشي راه خطير، في حين ان كاينين واحد ربعه ديال الاعضاء اخرين في المجلس النيابي السابق تيشهدوا الان، وكاين منهم اللي في المجلس النيابي الحالي تاكدوا على انهم عمرهم دارش اجتماع من اجل توزيع قطع ارضيه من اجل الاستغلال الفلاحي. اذا هادشي كامل، فاحنا عندنا الثقه الكامله في السيد العامل، هو اللي غادي يفك هذا اللغز هذا، هذا الامر الخطير، هذا العبث، هذا التسيب. راه السيد العامل هو اللي غادي يفك لنا هذا الشيء، لان الفوضى وفوضى غير مسبوقه راه هنا اضافه لهذه الجموع هنايا، ونظرا للموقع الاستراتيجي ديال هاد تمو قدرت، فتسيل اللعاب ديال المستثمرين سواء كانوا من ذوي الحقوق او من اغيار. بالنسبه الاجراءات اللي درنا حنا كجمعيه سلاليه، مؤخرا قدمنا واحد الشكايه مستعجله للسيد العامل باش يتدخل من اجل انه يوقف هذا السيد عند الحد ديالو. وبالنسبه لاجراءات اخرين، راه ان شاء الله الجماعه السلاليه فهي عازمه على انها تدير خطوات اللي هي اكثر تصعيديه في حال لم يتم الاستجابه ل
طلبنا، وفي حالة ما تخضعوش جميع المراسلات والشكايات ديالنا بعين الاعتبار. كاينه وقفه اللي غادي دار ان شاء الله امام مقر العماله.